أعلنت شركة إنشاءات تركية أنها أوشكت على الانتهاء من مشروع لإقامة مجمع قصور فارهة لصالح أسرة آل ثاني القطرية شمال غرب تركيا. وأوضحت صحيفة زمان التركية أن المشروع يقام على مساحة 10,000 متر مربع، ويضم مبنى ديوان ملكي ومبان للموظفين ومبان أخرى، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من 75% من المشروع.